ماروك أخبار يومية. السلام عليكم ورحمة الله. حصلت ماروك أخبار يومية على صورة حصرية للشابة والشاب ضحية جريمة القتل البشعة والتي جرت فصولها المروعة صباح يوم الأربعاء بغابة بمنطقة الرماني بإقليم الخميسات. وأكد مصدر مطلع لماروك أخبار يومية أن أداة الجريمة المستخدمة من طرف المعني بالأمر كانت عبارة عن شاقور، مشيرا إلى أن الفحص الأولي للضحيتين أظهر إصابتهما بجروح بليغة على مستوى العنق والرأس. وأكد ذات المصدر أن الشابة تبلغ من العمر قيد حياتها 23 سنة وتعمل في مجال تزيين النساء كوافورا، في حين يكبرها الضحية الثاني سنا، مشيرا إلى أن هذا الأخير ابن خالة الشابة وتجمعها به علاقة حب وقد جمعتهما علاقة خطوبة سابقا. وأوضح المصدر ذاته أن المتورط في هذا العمل الإجرامي من ذوي السوابق العدلية. وأكد المصدر ذاته لماروك أخبار يومي أن الشاب والشابة الضحيتين تم نقلهما إلى مستودع الأموات بالرباط لإخضاعهما للتشريح الطبي، في حين تم وضع المعني بالأمر تحت تدابير الحراسة النظرية لتعميق البحث معه. نشكركم على حسن المتابعة. قناة ماروك أخبار يومية.